ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده بقى هنسافر لايطاليا وهنعمل اكله جميله جدا. المكرونه مكرونه بالطريقه الايطاليه. انا كنت في مرسى علم وكده، وكان في شيف هناك ايطالي هو كان عملها قدامي، والصراحه كان طعمها تحفه. هي مكرونه بالوايت صوص والتونه. المقادير بتاعتي الاساسي عباره عن كيس مكرونه انا سلقتها نص سلقه، يا دوبك كده خرجتها وهي لسه جامده شويه زي ما انتم شايفين اهو، وكمان ما شطفتهاش ولا حطيت لها زيت. معايا هنا زيتون، معايا معلقه سمنه، معايا معلقتين كبار من الدقيق. طبعا لو انت عندك ميكس جبن يا ريت تبقى عندك ميكس جبن، جبنه موتزاريلا وشيدر ورومي والكلام ده كله، بس انا مش متاح عندي الا حاليا الا الرومي. معايا هنا فلفل الوان اللي انا كنت مخزناه معاكم، هنزل اللينك بتاعه في صندوق الوصف زي ما انتم شايفين اهو، طالع طازه جدا ما فيهوش اي حاجه ولا منزل ميه، سليم خالص. معايا هنا بصله متقطعه اهو، ومعايا الاساسيه بتاعتي برضو التونه اللي متاح عندك، لو عندك تونه، عندك لحمه مفرومه، عندك سجق، عندك فراخ، اللي متاح عندك اعملي بيها. هنعمل الاول الوايت صوص. الوايت صوص عباره عن ايه؟ عندي معايا هنا هحط كوبايتين من اللبن اهو، هجيب بس المقادير دي كده على جنب عشان تشوفوا معايا. انا بعمل هو زي بشاميل بالظبط بس خفيف شويه، انا بعمله الاول على البارد وبعد كده بحطه على النار اهو. كوبايتين من اللبن، لو مش متاح عندك كوبايتين من اللبن ممكن تحطي كوبايه لبن وكوبايه شوربه او كوبايه لبن وكوبايه ميه عادي. معايا هنا معلقتين من الدقيق هحطهم اهو، انا عايزاه خفيف شويه يا بنات مش عايزاه تقيل، علشان هو هي مش عايزاها مكرونه بشاميل، انا عايزاها تبقى عباره عن صوص خفيف كده. وهحط معاهم السمنه، هحط المقادير بتاعتي بتاعت التوابل هتبقى عباره عن ايه. هقول لكم دلوقتي، بفك بس ورقه الدجاج اهو. عباره عن ايه؟ عباره عن توم باودر، بصل باودر، ملح، حبهان مطحون، فلفل اسود، ومرقه الدجاج. عندك فلفل ابيض ممكن تحطيه عادي هيبقى جميل برضو اهو. لو حسيت ان القوام يا جماعه ممكن يتقل معايا شويه ممكن اضيف له شويه شوربه عادي او شويه ميه. هقلبه كده على البارد الاول خالص، بقلبه كويس جدا علشان خاطر ما يكلكعش معايا والبشاميل ما تبقاش مكلكعه وما يبقاش فيه زي اي خرزات كده من الدقيق. هقلبه كويس جدا وهحطه على النار. لو حسيت ان هي هتبقى محتاجه نقطه ميه ممكن اضيف لها ميه عادي. هشوف بس وهي على النار هنعمل ايه، تعالوا معانا على النار ونشوف. انا حطيتها على النار اهو يا بنات. طبعا انا زي ما انا قلت لكم انا بعملها على البارد. لو انت عايزه تعملي البشاميل بالطريقه اللي هي بتسخني دي مع الـ مع الـ مع السمنه عادي ممكن تعمليها كده، بس انا الصراحه الطريقه دي بتريحني كتير وما بتخليش البشاميل بتاعي يتكلكع. انا بس ضفت لها نص كوبايه ميه علشان مش عايزه القوام تقيل، عايزاه خفيف شويه. هفضل اقلب عليها ومش ايدي مش هتتشال من عليها خالص، علشان زي ما انتوا عارفين الدقيق ما يكلكعش معايا. هفضل طول الوقت بقلب فيها لغايه ما تتقل بس شويه وهوريها لكم هتبقى عامله ازاي. شايفين بقى يا بنات في المرحله دي ابتدى البشاميل بتاعي يتقل شويه او الوايت صوص يتقل شويه اهو، شايفين منظره؟ انا عايزاه في القوام ده بالظبط، مش عايزاه يتقل عن كده علشان خاطر ما يخليش المكرونه بتاعتي تبقى متماسكه. انا عايزه المكرونه بتاعتي تخلي الوايت صوص فيها يعني يبقى فيها زي نسبه صوص كده ماي شويه. هقفل بقى في المرحله دي وهوريكم هعمل ايه. رجعت لكم تاني يا بنات بعد ما البشاميل بتاعتي خلصت معاكم اهي. عندي بقى هنا المكرونه دي هعمل فيها ايه؟ هضيف عليها التونه، هحطها كلها اهي، هضيف عليها الجبنه الزيتون، هضيف كمان معاهم البصل ده. اللي عايز يساوي البصل ده يا بنات يساويه، بس هي الطريقه بتتعمل كده بالظبط.
هحط شوية من الجبنة الرومي، وهخلي شوية في الوش اهو، هحط البصل كله، هقلب المكونات دي كلها على بعضها. اللي عايز ياكلها كده ياكلها، هتبقى طعمها جميل جدا برضو. اهي شايفين منظر الالوان والشكل، بصراحة تحفة يعني، شكلها جميل جدا اهو. هعمل ايه بعد كده؟ هجيب شوية من الوايت صوص الخفيف ده اهو، هحطه هنا بالظبط حوالي معلقتين او تلاتة، وعايزة الباقي فوق الوش اهو. ريحتها يا بنات جميلة جميلة جميلة، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. عندي بقى هنا صينية بايركس اهو، هحط فيها من تحت كده شوية بشاميل، وهسيب الباقي من فوق. هحط كل المكرونة دي هنا، مش قادرة اقول لكم يا بنات الريحة عاملة ازاي، والله العظيم بجد تحفة يعني. البنات اللي بتحب المكرونة والتغيير والكلام ده كله هتعجبهم جدا اهو. اللي حابب ياكلها كده ياكلها، برضو هيبقى طعمها رائع والله. ممكن بدل التونة زي ما قلت لكم تحطوا قطع الفراخ. هعمل ايه بعد كده؟ هجيب بقية البشاميل بتاعي، استنوا كده، هحاول اوزعه كله من فوق. انا عايزه احطها في الفرن يا بنات، انا هو كل حاجه مستويه معايا، احطها هخلي بس الوش بتاعها يعني يحمر كده، هحط بس بقيه البشاميل وهوريكم اهو. يا بنات انا حطيت البشاميل كله، هجيب بقى بقيه الجبنه الرومي. لو انتوا عندكم زي ما قلت لكم جبن تانية كتير، حطوها من فوق الوش، هتدي طعم ومطه جميله. هحطها بقى في الفرن على درجه حراره 220. زي ما قلت لكم انا كل حاجه عندي مستويه، عايزاها بس الوش بتاعها يحمر وتسيح اكتر من كده، شايفين منظرها تحفه. هحطها بقى في الفرن وارجع لكم في الاخر اقول لكم شكلها عامله ازاي. لكم تاني يا بنات بعد ما خرجتها من الفرن اهي، بصوا شايفين منظرها، شايفين منظرها جميل ازاي. هقطعها بالسكينه معاكم. عامة المكرونة دي بتتاكل سخنة جدا يعني، ما بتستنيش ان هي تبرد، لان احنا بنبقى عايزينها ايه يعني سايلة شوية في البشاميل في الصوص كده، ما بتبقاش ايه جامدة زي البشاميل. عايزة اقطعها معاكم، بجد ريحتها فظيعه، عايزاكم تجربوها. بصوا حتى الجبنه الرومي بتمط معايا، يعني لو في جبن عن كده هتبقى فظيعه اهو. شايفين شكلها؟ مش قادره اقول لكم ريحتها وشكلها عامل ازاي، والجبنه الرومي سايحه فيها مديه بصوا شكل وطعم تحفه. شايفين منظرها يا بنات حلوة قوي، عايزاكم تجربوها بجد ريحتها جميلة. يا رب ان شاء الله حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وهستنى تعليقاتكم برضو وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ما تنسوش يا بنات لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك واشتراك القناة وتفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني ان شاء الله. يلا باي باي.